بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم مطبخ تن. مستكملين معاكم حلقات العيد، كل عام وانتم بخير. والنهارده بقى هنخش شويه كده على الكندوز ونشوف دنيته عامله ازاي. كتير مننا بيحب ان هو يسوي عرق اللحمه بيسموه البارده، لكن النهارده ما عادش بارد، عاد ممكن تاكل سخن، ممكن تاكل نص سوا، ممكن تاكل دافي، ممكن تاكل بارد. يتعمل لحم بارده. هو ليه اتسمى عرق اللحمه بارده؟ لان هو يعتبر العرق اللحمه الوحيد اللي موجود في الذبيحه اللي ممكن لو انت سويتيه حضرتك بتلاقيه من جوه كده لونه مفاتح شويه عن لون الذبيحه. يعني ايه؟ يعني عرق اللحمه التلبيانكو اللي هتشوفوه قدام حضرتك ده هو ده العرق الوحيد. الذبيحه فيها عرقين، موجود في الفخده من ورا، في نهايه الفخده من ورا موجود كده اهو عرق كده، لو حتى في عضله كده تلاقيها موجوده العضله دي، هو ده العرق اللي موجود في الفخده من ورا. تمام كده، ده العرق الوحيد اللي في الذبيحه اللي بعد ما استوى بتلاقي لونه فاتح شويه، عشان كده بيستخدموه في اللحم البارده. لكن النهارده بيستخدم في اي حاجه. العرق دوت اصلا بيتسوى بطرق كثيره جدا، في ناس تسلقه سلق كامل غمر بالسلق مع بوكي جرني، وده انا شخصيا ما بحبهاش، لكن انا بحب طريقتين، طريقه البريزيه اللي هنتكلم عنها النهارده، وطريقه الروستو. ايه ده؟ روستو يعني ايه؟ روستو يعني نجيب اللحمه نحطها في الفرن ومعاها البوكي جرني وكده ونديها ميه؟ لا، الروستو ان انا اجيب اللحمه دي اشمطها على النار، وبعد ما اشمطها على النار تلون معايا اديها بوكي جرني والفها في البوكي جرني واسيبها تستوي من غير ما اديها ولا نقطه ميه. ده اسمه ايه؟ اسمه روستو. روستو ما باخدش ميه خالص. طيب ايه هو البريزيه اللي احنا هنعمله النهارده؟ تعالوا مع بعض كده نشوف اللحمه نعملها ازاي. طب ازاي اختار يا شيف العرق بتاع اللحمه؟ عرق بتاع اللحمه زي ما انتم شايفين كده لون اللحمه عندي عامل ازاي اهو، سيبكم انتم من الختم والكلام ده كله، شوف لون اللحمه عامل ازاي، اللي هو الاحمر الوردي، الاحمر الوردي زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم كده. طيب في ناس تقوم جايه وشايل الختم ده، الختم ده يا جماعه لو من عند جزار بتتعاملي معاه والراجل ده عنده ضمير وبيدبح في المجزر، الختم ده ختم صحي، ختم صحي. في ناس بتشيله تقوم جايبه السكينه كده وعاملاه كده وتشيلها اهو، وتشيل البدن ده بالشكل ده كده وتشيله. انا شخصيا بقول لا، شايفين الحته دي، حته الدهن دي، لو هتشيلي يبقى هتشيلي يعني الطبقه اللي هي بس فقط اللي فيها الختم، لكن هتحاولي تحافظي على الجزء التحتاني ده اللي هو فيه نسبه دهن. ده انا محتاجه. ليه محتاجه يا شيف محمد؟ واي دهون موجوده فيه هنا ما تشيلهاش. ليه؟ لان هو ده اللي هيخلي حته اللحمه عندي تبقى عامله مرمريه، تبقى جوسي، تاكليها تاخدك لبعيد. لكن انا بستغرب لما حد يجي يعمل عرق روست ويشيل كل الدهون الموجوده فيه ويعمله روست ويعمله بريزيه، بتاكل اللحمه تحس ان بتاكل حته تفل ملهاش طعم خالص. كل الدهون دي يا جماعه بتنزل بعد كده في قلب اللحمه وما بيكونش ليها اثر. او ممكن حتى لو انا لقيت في دهنه كده زي دي كده واستوت مع اللحمه، باجي بعد ما بتستوي ببدا اشيل اجرد ده كله تماما، يبقى عندي العرق تماما من غير اي دهون خالص على الاطلاق. فانا نصيحه لكل امهاتي واخواتي وبناتي اللي بيشتغلوا عايزين يعملوا عرق لحمه روستو او عرق لحمه تريبيانكو، اسم ده اسمه عرق تريبيانكو، اللي عايز يعملوه نصيحه، ما حدش يشيل البدن ده، البدن ده هو اساس ان اللحمه عندي بتبقى طريه. عايز تشيليه يبقى بحذر جدا جدا، بتشيله وتسيب الطبقه اللي تحت ديت اللي هي فيها دهن. بشيله، بصوا يا جماعه بصوا ازاي، انا ما بحبش اشيله بس هوريكم بصوا ازاي. شوف السكينه ماشيه ازاي، يا دوب يا دوب بقشط بس الحته اللي فوق دي، يا دوب بص اه بص كده اه، شايفين ازاي؟ اه انا مش هشيله خالص، اشيله اه، انا بوريهم بس انا ما بحبش اشيله. بعد كده بعمل ايه؟ قبل ما اخد بقى المكونات بتاعتي بعمل ايه؟ اول حاجه بعملها واقوم جايب شويه ملح كده، شايفين ازاي؟ ملح فقط لا غير اهو، وادعك بالملح وشويه فلفل، ادعك ملح وفلفل، ايوه ادعك كده. بصوا يا جماعه ادعك ازاي اهو بالشكل ده، ما كترش الفلفل الاسود علشان ما يصبرش معايا اهو. واقوم جاي في طاسه او في حله كبيره، في طاسة او في حلة كبيرة او على جريل لو عندي جريل زي كده، واحط عليه شوية زيت كده، وابدأ اخد العرق ده كده يا جماعة اعمله كده من هين، من الحتة دي عشان ايه؟ واسيبه لغاية لما يلون معايا، اسيبه لغاية لما ايه؟ يلون معايا من كل الجوانب. ليه التلوين دوت؟ بقفل المسام بتاعة اللحمة علشان بعد كده لما اعمله روستو او اعمله بريزييه يحصل له ايه؟ يبدا ان هو يستوي في العصاره اللي جواه ما تخرجش منه، يبقى انا كده قفلت المسام. الغرض من ان انا باخد واشمطه في طاسه او في حله او على جريل زي كده، بقفل مسام اللحمه عشان لما اجي اعمله بريزيه او روستو بقفل مسام في العصاره اللي جواه هي اللي تسويه
طيب بعد كده ننزل مكونات، مكونات عرق اللحمه البرزيه البارد. سميته بارد ليه؟ لان معظم الناس بتاكله بارد. عباره عن عرق لحمه تيليبيانكو. اسمه ايه؟ اسمه تيليبيانكو. هو ده بس الوحيد يا شيف محمد اللي بيطلع؟ لا، في حاجات تانية هقول لكم عليها. يبقى عرق لحمه تيليبيانكو، بوكيه جارنيه، احفظوا معايا بوكيه جارنيه، جزر، كرافس، كرات، بصل، توم، بوكيه جارنيه، جزر، كرافس، كرات، بصل، توم، ماشي. وبعد كده عندنا ورق لورا وحبان وملح وفلفل، وكده عندنا المقادير. مقاديرنا تاني عرق اللحمه البرزيه قدام حضراتكم اهوت، عباره عن ايه؟ عباره عن عرق تيليبيانكو. وزنه كام؟ تقريبا من كيلو ونص لغايه 2 كيلو ربع. دي بالنسبه للذبائح اللي هي حلوه، اللي هي معقوله ان احنا 500 كيلو 450 كيلو كلام من ده، بيطلع العرق في حدود كده لغايه 2 كيلو، كويس جدا. بعد كده بوكيه جارنيه عباره عن ايه؟ بوكيه جارنيه عباره عن جزر وبصل وكرافس وكرات وتوم وورق لورا وحبهان وملح وفلفل، سجلوا واكتبوا، تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بعد ما اتاكدت هنا ان الناحيه دي اهي لونت، ابدا اخده كده اهو، بقفل المسام كويس قوي. في نفس الوقت بصراحه وهو بيشتغل كده بحلو جدا، بجيب ميه في حدود تقريبا، في حدود تقريبا لا تزيد عن 2 سم في الصينيه، بتغلي، واديها بوكيه جارنيه كده، وبوكيه جارنيه يكون تقطيع كبير شويه اهو. قلنا جزر، كرفس، كرات اهو بالشكل كده. المفروض كل بوكيه جارنيه اصلا يا جماعه المفروض يتاخد في نفس الطاسه اللي انا شويت فيها، يعني ممكن اخده كده، بصوا يا جماعه اخده كده اهو مع نفس اللحمه، ويلون معايا. ليه يلون معايا؟ ليه؟ عشان اطلع في النهايه حاجه اسمها رو، اسف، اطلع حاجه اسمها جو، جو او رمياج، جو او رمياج. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول اللي عايز يطلع الجو او رمياج اللي يستخدمه مع كده في رز بالخلطه او يعمل منه الصوص البني اللي هو البراون صوص، المفروض ان هو بياخد البوكيه جارنيه مع اللحمه لغايه لما تلون معاه تبقى نفس لون اللحمه. عشان كده بعد كده لما بيخش الفرن بيطلع الجو بتاعه، او بيبقى شوف هشوف شكله عامل ازاي اهو، بعد ما خد الجو، بعد ما تلون معانا، وحط ده كده معانا اهو كده، ادي البوكيه جارنيه. في ناس تجيب عرق اللحمه دوت وتعمل له ايه؟ هقول لكم دلوقتي. تجيبه وتحط معاه توم، تغرزه بالتوم وتحشي بالتوم. انا شخصيا ما بحبوش كده. ما انا حطيت توم في قلب الميه او شويته هنا اهو، في قلب الميه اهو، او شويته هنا اهو، ما التوم ده يا جماعه هيلون معايا، هيلون معايا. وكرفس، لان الكرفس ده اصلا مش فرنجي، انا جايب كرفس بلدي، فاخد شويه كده في الميه عشان ما تحرقش معايا على النار. وهبدا اخد الكلام ده كله واحطه فين؟ احطه في ميه، الميه ديت لا تزيد، الميه دي لا تزيد ارتفاعها عن 2-3 سنتي، علشان اسمه بريزيه. بريزيه يعني معناها بسقسق بالميه للعرق، معناها ايه؟ بسقسق بالميه للعرق. ادي العرق اهو، بصوا كده شكله عامل ازاي اهو، الله نور حبيبي، حلو كده. نحطه في الميه، بص كميه الميه دي بقى هنا، بص الميه، الميه يا دوب مغطيه اقل من نص، بصوا لي كده، اقل من نص ايه؟ اقل من نص العرق، بصوا لي يا جماعه اهو، كل حاجة واضحة قدامكم اهو، أقل من نص العرق. وأقوم واخد بعد كده أدي بوكيه جارنيه اللي هو لون معايا أهو، لون معايا كده، أقوم واخده بعد كده حاطه فين؟ حاططه في قلب المية ديت، علشان يديني بعد كده الصوص البراون أو البراون صوص اللي بعد كده بناخده ونستخدمه في قلب الصوص. طيب، شيف محمد، المية دي كافية لتسوية العرق؟ يعني هي دي كافية كده إن احنا نسوي العرق تماما ولا مش كافية؟ والله بصوا يا جماعة، احنا بنسقسق بالمية، احتاج ميه تانية اسقسق له يا شيف، ما نريح نفسينا بقى ونغمره من ميه ونخلص، لا لا لا، بيطلع مش حلو. يعني موضوع السلق، سلق يعني غمر بالميه، كلمه سلق يعني غمر الميه، ده برضو لاولادنا اللي في صحه وفنادق، كلمه سلق يعني غمر الميه. بريزيه يعني سقسقه بالميه، راسته يعني من غير ميه. لازم تفرقوا بين ثلاث حاجات، عشان في ناس دلوقتي بتخش تشتغل في اماكن، في مطاعم، وتبص تقول لك ايه، انا عملت لحمه روستو، ويتعلم كلمه روستو غلط، انه ياخد اللحمه يسلقها او ياخد اللحمه يحط لها ميه وكلام من ده، ويقول لك انا عملتها روستو. لا، دي مش روستو خالص، دي اسمها بريزيه، لو خدت ميه قليله جدا جدا، لو اتغمرت بالميه بقت اسمها لحمه مسلوقه، لو اتعملت من غير ميه خالص اسمها لحمه روستو. كده خلص عندي، هسيبه كده لغايه لما يستوي، بياخد قد ايه؟ في حدود ساعه لساعه ونص. طب ايه النصيحه اللي عايز تقدمها؟ النصيحه اللي عايز اقدمها في الحاجه ديت، لو انا هاكله بارد لازم اسويه ثلاث ارباع سوا واسيبه يبرد واقطعه طرنشات رفيعه، بيكون لون اللحم من جوه وردي دم، يعني لا 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 لا، وردي
بيطلع وردي لونه كده وردي جميل. طب لو سويناه على الاخر، لو سويناه على الاخر لون اللحم بيغمق من جوه، عشان كده بسويه تلات ارباع، وتلات ارباع سوا صح يا شيف وبيقعد حلو، بيبقى صح حلو وجميل وطري جدا ويتاكل، يبقى عامل زي الزبده. سويتيه قوي بتلاقي حته اللحمه عامله زي التفل. ايه النوعيه تانية من العروق اللي بتطلع منها الكلام ده كله؟ النوعيه تانية اللي بتطلع تاني، شكرا، النوعيه تانية اللي بتطلع، اسف يا عم اشرف، اسف جدا والله العظيم، والله العظيم ما انا اسفك يا شيخ، اسف جدا اهو حبيبي، ما انا ما خدتش بالي. ماشي، بص يا جماعه، النوعيه التانية اللي بتطلع، النوعيه التانية اللي بتطلع من الكلام ده كله هو عرق الامريه. ايه هو الامريه؟ الامريه ببقى واخد من عند تاني. لا انت متعمد. الامريه يا جماعه بتبقى واخده من عند اول الريش لغايه بيت الكلاوي، دي كلها اسمها الامريه. ممكن اللي هو الانتركوت، يعني ممكن يتعمل برضو روستو في الفرن، او ممكن يتعمل بريزيه او سلق. لا طبعا ما بيبقاش حلو ابدا بريزيه او روستو، ويتقطع برضو تاني ترانشات، بس ده معظمه بيتقدم بالصوص. ايه رايكم نطلع فصل الصغير بتاعنا اللي قد كده، وهنسيب العرق ده كده يستوي لغايه لاخر الحلقه، ونقطع منه ترانشات لونه عامل ازاي، ونطلع الفصل بتاعنا الصغير اللي قد كده، ونرجع تاني نستكمل حتى بعد الفصل. في ايه بقى؟ في حاجات تانيه كتير لسه، في ورقه لحمه، في كوارع، في حاجات تانيه كتير، وفاصل صغير قد كده، نرجع تاني عشان نستكمل حلقتنا بعد الفصل. لما بنتكلم على الكوارع بنتكلم على حاجة جميلة جدا كنا بنحبها، حتى الأولاد الصغيرين بعد وقت معين، بعد وقت معين من الزمن بيقولوا حبوا الكوارع، بتبقى زي الفل. الكوارع عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن كارع، اللي هو الـ 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 المكان أو من بعد الفقرة الأخيرة لغاية الرجلين من تحت، دي بتبقى في البقر والجاموس والغنم كمان، وبتبقى كمان في موجوده فين؟ موجوده كمان في الجمال، ولكن الجمال بتلاقي الكرع بتاعه خفيف قوي، مش زي البقر والجاموس. الكرع لما احب اشتريه هو طبعا كويس، الامامي كويس والخلفي كويس، لكن غالبا الناس بتحب الامامي ليه؟ بتلاقيه مبقلز كده، بتخين كده وقصير. الكرع الامامي بتلاقيه تخين وقصير، الكرع الخلفي بتلاقيه رفيع شويه وطويل. تاني نقول تاني، بصوا كده، ده كرع امامي، بصوا لي كده، هتلاقيه قصير اهو، هتلاقيه قصير ومقلبس كده، تلاقيه مليان شويه. الكارع الخلفي بتلاقيه طويل اطول من كده بشويه، وتلاقيه رفيع. يعني انت لو قدام حضرتك وانت بتختاري كده الكوارع، هو بيديك اربع كوارع او ست كوارع او واحد بتاع كوارع بس بيبيع، بتقدري انت من نفسك كده تشاور على الكارع تقول انا عايز دوت، يبقى ده الكارع ايه اللي هو الامامي. الاثنين سوا واحد، بس ده بيبقى مليان شويه، تحس ان هو كده حاجه ربنا يبارك فيها. اما المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ فتت كوارع بالشطيطه، عباره عن ايه؟ كارع بقري، انا جايب بقري، ممكن جاموسي اه، ممكن في ناس بتاخد الضاني، ممكن بتلو، شغال مفيش مشكله خالص. بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان وشطه وكمون وعيش محمص ورز وطماطم بوريه وطماطم فريش طبعا، وملح وفلفل، هنسجلهم عندنا كمان عشان نشوف هنعمل ازاي الكوارع دي ونقدمها وتبقى عندنا احلى كوارع في الدنيا. يبقى اذا الموضوع سهل جدا، بسيط جدا جدا جدا. موضوع الكوارع ده عباره عن كارع بقري، بصل، جزر، كرفس، ورق لورا، حبان، شطه، كمون، عيش محمص، ارز، طماطم بوريه، ملح، فلفل، وعندنا طماطم فريش كمان، هنزود الملح والفلفل وننزل بيه. بص يا جماعه، كل المكونات عندي، انا حمصت العيش، ما بحبش احمص العيش في الفرن في الزيت، بحب اجيب العيش كده واحمصه كده، عيش بلدي ولا عيش شامي ولا عيش لبناني، اي عيش يعجبك. بعد كده بنقوم جايين واخدين سكينه زي كده، اسف مش سكينه، ناخد معلقه ونحط الرز فوق العيش، الرز فوق العيش، ايوه الرز فوق العيش على طول كده، ايوه على طول كده. طب احنا بنسقي العيش الاول، بس اعمل اللي بقول لك عليه، لما تستخدمي عيش لبناني او عيش شامي حط الرز فوق العيش، حط الرز ايه فوق العيش على طول، وبعدين تسقي بعد كده كله. بعد كده ليه يا شيف محمد؟ عشان العيش دوت لو طري يا جماعه بيبقى مش حلو، بيبقى يعني لبابه كده وحاجه كده مش كويسه خالص، عشان كده بنقول ايه؟ بنقول الرز بتاعنا بنحطه فوق العيش، بعد كده بنسقي كله مع بعض. طبعا الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين كده احنا ما بنقلبوش خالص، بنشتغل على طول كده. حاضر اه كده، احنا ما عندناش رز اصلا بياخد لون ولا كلام من ده، حضراتكم عارفين كويس جدا احنا بنعمل الرز ازاي، عملنا اكتر من مره اهو. ابدا افرك كده الرز، أه.
نفرد الرز كده بالشكل ده. بعد ما فردنا الرز كده فوق العيش بالشكل ده خلاص خلصنا المرحله دي كده على خير زي ما انتم شايفين كده. بعد كده الكوارع بنسويها ازاي؟ هقول لكم على حاجه، خدوها قاعده كده وما تنسوهاش ابدا في حياتكم. اي حاجه اسمها بيسموها العفشه، احنا في مصر بنسميها العفشه. اي حاجه من العفشه، العفشه اللي هي ايه؟ اللي هي كوارع، كرشه، فشه، منبار، رئه، كل العفشه دي كلها تحال، كل العفشه دي كلها بلا استثناء لما تحب تشتغليها في البيت بتعملي ايه؟ بتعملي حاجه واحده بس لازم تعمليها فيها الاول خالص، تغسليها كويس جدا وتجيبي ميه سخنه بتغلي زي دي كده وتحطي فيها العفشه دي، مجرد انها تغلي تاخد الميه ترميها هتلاقي الميه طلعت ريم، تغلي وتطلع ريم من فوق، تاخد الميه تغليها وبعد كده تاخديها وبعد كده تحطها في وكيه جرنيه. يبقى انا هعوز حله ثانيه فيها ميه سخنه. بصوا يا جماعه طبعا انا هنا سايب دي كده، هاخد بقى كده انا اقطعه اهو، ابدا اخد الكلام ده كله ها واسيبه لغايه لما يغلي ويطلع بعد كده معانا، يطلع ايه بقى؟ ايوه يطلع معانا الريم فوق الوش. وما احطش بوكيه جرنيه، ما احطش اي حاجه خالص دلوقتي. ليه ما احطش اي حاجه خالص دلوقتي؟ ليه؟ انا محتاج لسه محتاج ان الكلام ده ينضف معايا. يعني ينضف معايا يعني ايه؟ يعني ده كل الريم اللي يطلع ده ياخد تاخد ترمي، وبالتالي هتبقى الكوارع معاكي اللون الشوربه بتاعتها ابيض، ابيض قوي وجميل جدا جدا، ريحتها حلوه قوي قوي، تحب تاكليها. لكن في ناس تعمل الكوارع تقول لك ما قدرتش اكلها. ليه؟ الريم اللي فوق الوش ما تشالش، ممكن اعمل كده واشيل الريم اللي فوق الوش وارميه، لكن بفضل ان انا احطها في ميه سخنه بتغلي. اول ما تطلع ريم فوق الوش اخد اغسل الكوارع ماشي، وارمي الميه، ما ارميش الكوارع وارجعها تاني في الميه في سخنه بتغلي واحط لها البكو جرنيه. زي ما انتم شايفين كده اهو، بنحط الكوارع كلها اهي عندنا، ناخد دي كده كمان اهو مكسره هنا بالشكل كده كده. طيب شوف محمد، احنا احيانا بنحب ناخد بص يا جماعه النخاع ده، شوف النخاع اهو، النخاع اللي جوه الكوارع دي اهي، بنحب كده ايوه بنحب نفضيه، الله اللي هو ده، بنحب نفضيه كده على الرز وناكله، عظيم جدا. بس لمين؟ للناس اللي هي قبل سن ال 35 40، والناس اللي ما عندهاش سمنه، والناس اللي ما عندهاش كوليسترول، والناس اللي بتبذل مجهود جامد جدا عضلي. لكن ما حدش يقول لي اخد النخاع ده وهو اصلا مليان زي حالتي، ولا عدى سن ال 50 زي حالتي، او ال 40 زي الدكتور ابو المجد، ويقول انا هاكل النخاع دوت واحط، لا 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 بلاش، خليك في الكوارع، خليك في الكوارع، خليك في الكوارع لذيذه وحلوه. لكن سيب ده بقى للشباب اللي لسه بيبذلوا بيحرقوا كلام من ده، مفيش مشكله خالص، صح يا دكتور ابو المجد؟ ماشي، هنحط ده كده نغطيه، وبعدين هنعمل ايه؟ بعد ما نعمل الكلام ده كله هنعمل حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ ادي العرق اهو شغال، وده كده عندنا ايه؟ اوه الكوارع دي يا جماعه بعد ما تستوي بتبقى شكلها كده يغري. طبعا احنا قلنا ايه؟ بنرمي، برضه هرجع لكم تاني فلاش باك تاني ليها، برمي الميه واحط ميه تانيه سخنه بتغلي واحط لها بكو جرنيه جزر كرابس كراد من غير توم، جزر كرابس كراد بتاع دوت بصل، كل الكلام ده ماشي. واقوم جاي للكوارع سالقها، بشوف عامله ازاي مرمريه، الله اكبر اهي. اقوم جاي بعد كده مديها الملح بتاعها. ليه بدي الملح في الاخر؟ علشان الكوارع لو خدت ملح في الاول الملح بيأخر عمليه ايه؟ عمليه التسويه كده. وبعدين بقت عندي الكوارع كده جاهزه بنسبه 2%. هسمحكم بس عشان ابدا استغل دي كده هنا عندي، هاخد دي كده ارجعها كده ورا شويه وبعدين نعملها بعد كده في الفاصل، واخد طاسه عشان اعمل الشطيطه. انا شخصيا بحب الشطيطه تكون موجوده في قلب ايه؟ في قلب في قلب الطبق ده. بعمل ايه في الشطيطه؟ بجيب، انا عارف الدنيا هنا بقت دليله، معلش مفيش مشكله، هي حلقات العيد كده بتبقى الدنيا زحمه شويه هتسامحونا يعني. بقوم جاي هنا واخد ايه؟ واخد طاسه على النار او حله زي دي على النار اهي،
واسيبها وهعمل الشطيطه. الشطيطه بتتعمل من الطماطم وبتتعمل من الثوم وبتتعمل من الشطه والكمون والملح والفلفل طماطم بوريه. يبقى ننزل تاني مقادير الكوارع. مقادير الكوارع عباره عن ايه؟ تاني بتقول عباره عن كارع بقري او جاموسي، انا جبت بقري اللي احنا عملناه في ميه سخنه ورميناه، رمينا ميه سخنه وحطيناه تاني في ميه سخنه لغايه لما استوى معانا، وبندي له بصل وجزر وورق لورا وحبهان، ده كله في قلب الميه السلق. وبعدين جهزنا عيش محمص، حمصنا العيش، حمصنا العيش، وبعدين بقى كده سلقنا الرز، سوينا الرز عادي. وهنعمل عندنا الشطيطه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن زبده او سمنه بلدي مع طماطم بوريه وطماطم فريش ومع توم ومع كمون وشطه، ونشوف هتتعمل ازاي عشان نقدمها بعد كده مع الكوارع. اول حاجه بقوم جاي واخد سمنه بلدي او زبده بقري، اخدها كده هنا بالشكل ده، وقوم جاي مديها التوم كده. الشطيطه هنا يا جماعه ما بتاخدش خل، يعني هنا الشطيطه ما بتاخدش خل خالص. بس انت ممكن تعملي ايه هنا بقى؟ ممكن تعملي حاجتين. تاخدي هنا جزء اهو من ده في طاسه، هوريك ازاي. في ناس تقول لك لا احنا ما بنحبش الشطيطه، احنا عايزين يا شيف محمد، احنا عايزين يا شيف محمد على طول ناكل اللي عندنا الكوارع كده، بناكلها بالفته من غير شطيطه خالص. ما بنحبش الشطيطه، عادي جدا جدا مفيش اي مشكله خالص. هوريكم بتعملوها ازاي. بعد ما اتاكد ان هنا ادي التوم اصفر معانا شويه، هاخد جزء منه احطه عشان اعمل عادي الفته العاديه. هجيب دي كده ودي كده. اقوم اخد جزء منه كده عشان اعمل الفته العاديه. يبقى انا عندي هنا كده شطيطه اهي. الشطيطه بتاخد ايه بقى هنا معانا؟ بتاخد طماطم فريش. الشطيطه اهي بتاخد طماطم فريش وطماطم بوريه كده، وبتاخد كمون، وبتاخد شطه، مش هكترها عشان الناس ايه ما تتعبش، تمام كده. وهقلب الكلام ده كده واديها شويه ملح وشويه فلفل وشويه ميه سخنه بتغلي، صغيرين جدا مش كتير كده. وهقوم جاي واخد الكوارع الجميله دي، اخدها هنا بقى كده عشطيتها كده اهو بالراحه، والكوارع دي واحطها هنا. بصوا يا جماعه اهو كوارع اهي، اخدها هنا شايفين ازاي. تاخد غلوتين معاها مع شويه شوربه من الكوارع كده، وتبقى معانا ايه؟ طبق كوارع بالشطيطه اهو، حلو كده. واسيبها لغايه لما تغلي تماما اهي، هتبقى الكوارع ديت لونها احمر مع الشطيطه، واسيبها تغلي. نيجي هنا على الفته، بصوا كده خلاص كده التوم اتحمر معايا، اديله خل اهو كده زي ما انتم شايفين كده اهو، خد خل، معلقتين خل، واديله كمان كبشتين من الشوربه دي او ثلاثه بصوا كده. يبقى انا عندي حاجتين، عندي شطيطه اهي، وعندي فته التومه العاديه جدا، والشطيطه برضو فيها توم بس فيها طماطم وشطه. هنعمل ايه بقى هنا؟ هنقوم جايين واخدين حله الكوارع دي ونبدا نسقي، نبدا نسقي عندنا، خدها شيل ده كله كده، شيل كل ده، هبدا اسقي هنا الكوارع دي بالعيش. بصوا كده يا جماعه بالعيش، شايفين ازاي اهو بالعيش. زي ما انتم شايفين كده بالعيش.
اسقيه بالعيش وهوريكم المقدار قد ايه. احنا مش هسيبكم برضو كده، هوريكم برضو المقدار قد ايه، المقدار السقيه قد ايه، عشان بس ما يعجنش مننا ومبقاش مش كويس. اه بصوا كده، هجيب دي على جنب اهو. بصوا كده لو تعرف تجيب لي مقدار الميه اللي نزلت في الجنب ده. بص اهي، بص بص لي كده اهي الميه، شوف اهي الميه، شوف عارفين عارفه ازاي. ايوه الله يفتح، جيبها لي تاني. ارجع ورا شويه، ارجع ورا شويه، جيبها لي اهي شايفين اهي. هو ده اللي عايزه، ما تكتريش عن كده. حلو كده، بعد كده اسيبها كده واقوم جاي واخد. بصوا بقى يا جماعه، ادي الطشه دي كده، اخد الكوارع الاول بالراحه ارصها. ادي الكوارع اهي، اهي اهي. ناخد دي كده بالشكل ده، ادي الكوارع اهي، اخدها كده واقوم جاي رشش من الطشه دي كده عليها بالراحه جدا اهو كده. اهو وبعدين قوم جاي واخد الشطيطه ديت غلت معانا وبقت طعمها حلو جدا، هنشوفها مع بعض كده. وقوم جاي واخدها بالراحه كده، جيب طبق غويط شويه عشان احط في الشطيطه دي اهو، اخد دي هنا واخد دي هنا كده واجيب دي هنا كده اهو. يبقى اللي عايز ياكل حراق بالشطيطه بالصلصه بياكل، اللي عايز ياكل من غير، وكل ده في سندويش واحد زي ما انتم شايفين كده اهو. احط هنا شويه كده اهو كده بالشكل ده، واقوم جايب طبق معايا صغير واحط فيه ايه؟ واحط فيه بقيه الشطيطه علشان اخدها اقدمها معاه. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت حاجتين في حاجه واحده كده اهو. اخد الشطيطه اهي احطها هنا في الطبق ده، اللي عايز يزود منها بيزود وبياكل منها اهو، واللي مش عايز خلاص بيكتفي بان هو بياخد بقلب بالثوم كده ورشه الثوم وقطعه من دي وقطعه من دي، ورش عليهم كده شويه بقدونس صغيرين عشان اخدهم بعد كده احطهم في قلب سفندش ولعنا عليه ماشي اهو. ناخدها هناك في قلب السفندش كده نوديها كده، ولو عندك سفندش زي كده هتاخديه هناك ان شاء الله وتوديها كده بالشكل ده. احنا جايبين هنا، جيب يا باشا كده، حط هنا كده زي ما انتم شايفين اهو، سيبها كده. لا ما تقفلش، ولعها فيه البتاع المسدس فيه ماشي. بنسيبها كده قدام حضراتكم وبنطلع الفاصل الصغير، وهنوريكم بعد ما نرجع من الفاصل ان احنا بنولع عليها من تحت في ستيرن متباع مش غالي ابدا، بنولع عليها علشان دي سخنه كده وتطلعها بخار على طول. حتى حضرتك لو قعدتي نص ساعه ساعه وهتاكله بعد كده او عندك ضيوف وكلام من ده مفيش مشكله خالص على الاطلاق. نطلع الفاصل بتاعنا الصغير اللي قد كده ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حياتنا بعد الفاصل، ونشوف يا ترى لسه عندنا ايه؟ عندنا حاجات تانيه حلوه بعد الفاصل الصغير اللي قد كده. يا عيني عليك يا شريف، الله اكبر الله اكبر على مصورنا الجمال. 100 100 زي ما انتم شايفين كده، قلنا احنا ممكن نقدمه في حاجه زي كده سفندش عندك في البيت تشتريه. يبقى عندك لو عندك عزومات، عندك اي حاجه، العدد عندك زاد، حد طب عليكي، فرح بنت حضرتك، برضه فرح قريب حضرتك، تقدر ان انت حضرتك ايه تجيب اسفنديش زي كده. هو يعني هو غالي شويه بس من الحاجات المعمره زيه كده زي المضرب زي اي حاجه يعني بتجيبيها في البيت وتبداي ان انت حضرتك ايه تحتفظي بيها وتحفظيها على طول، والحاجه زي الفل عندك وتقدم كل حاجه سخنه. تعالوا مع بعض نشوف بعد كده
هنعمل ايه؟ النهارده هنقدم ورقه اللحمه. كان زمان ورقه اللحمه دي هي عباره عن ورقه بالفعل، ورقه سميكه كده بتبقى بتتحمل حراره، بيخها بالميه او احط عليها ميه وبعد كده احط فيها اللحمه ودخلها جوه الفرن البلدي بتاع زمان، تطلع ريحتها ولا اجمل ولا احلى من كده. هنطلع ورقه اللحمه من الفرن علشان نوريكم هنعملها ازاي. اهي النهارده عملناها بشكل تاني خالص مختلف، طبعا ما عادش في ورق اللي هو بتاع زمان ده، خلاص خلص. ادي ورقه اللحمه اهي، هناخدها بالراحه جدا نحطها في طبق زي ده كده علشان نبدا نوريها لكم ونشوف بعد كده يا ترى المقطع بتاع لك كل مره. فين المقطع بتاع اللي هنا؟ بصوا كده معايا اهو بالراحه جدا، احطها هنا اهو كده، اشيل الصاج اللي هو ده خلاص وافتحها قدام حضراتكم واوريكم شكلها عامل ازاي عشان هنعمل زيها بالظبط. في حاجات كده لازم تتعمل قبلها علشان بصوا يا جماعه كده انا عايز اقول لكم ريحتها. هنحط ايه؟ بص كده ورق. اوه 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 اوه. وبتتقدم كده يعني، ما بتقدمش غير كده، ما فيش حد مثلا يحاول ان هو ايه يقلب فيها يشيلها من هنا، بتقدم بنفس الورقه كده، كل واحد ياخد له ورقه جميله كده ريحتها الدخان طالع منها ولا احلى ولا اجمل من كده. اجيبها كده، الله اكبر عليك، 100 120. تسلم لي، حلو قوي. شايفين عامله ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. نحطها هنا كده وتعالوا مع بعض. بصوا كده يا جماعه، واحد، ورقه اللحمه عباره عن قطع من اللحمه بتلو، اسف، ضاني او كندوز. في ناس تحبها بتلو ماشي، بس هي ضاني او كندوز في الغالب يعني. وعندنا كمان بطاطس، بصل، جزر، طماطم، ثوم، زبده بلدي طبعا، و ملح وفلفل. وتعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. سهله جدا جدا، مفيش اسهل من كده. ورقه لحمه ادي مقادير تاني قدام حضراتكم، عباره عن لحم بقري او ضاني، بطاطس، جزر، بطاطس، جزر، طماطم، توم، وزبده طبعا، توم مفروم طبعا، وملح وفلفل. التوم مكرر عندك يا شيف، لو مكرر شيله ماشي كده. وعندنا التوم مفروم مكرر ماشي تمام، حلو قوي. وملح وفلفل. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، بكل بساطه وبكل يسر، كل الموضوع ده بيتاخد كله مع بعضه. ادي البطاطس اهي، على فكره دي يعني تتاكل بالعيش او ما تتاكل من غير اي حاجه خالص، الناس اللي عامله دايت تاكلها كده. بصوا اهي، ادي بطاطس اهي، ناخدها كتير كمان محدش يزعل. وادي البصل، اخده كده حلقات دي اعملها كده، شايفين ازاي؟ كده. وبعدين الجزر وبعدين الكرفس، اخده فرومه كرفس فرومه بيديها طعم عايز اقول لكم ولا اجمل. مفيش يا شيف مش لاقيين كرفس فرنجي، نعمل ايه؟ كرفس بلدي عادي جدا، كام ورقه كده تبقى معاك زي الفل. وادي الكرفس، وادي التوم، وادي الطماطم مش كتير كده، وادي حته زبده بقري او شويه زيت زيتون لو حابه. وملح وفلفل، ادي الملح وادي الفلفل، والكلام ده نقلبه كله مع بعضه كده. نقلبه ازاي؟ كده. قلبناه مع بعضه كده اهو، شايفين ازاي؟ بالشكل ده. بعد كده بجيب اللحمه احطها عليه ترنشات، لحمه يفضل انها تبقى زي ترنشات كده. دي اللحمه دي من حاجه اسمها الصباع، عارفين الصباع اللي موجود في القشره، القشره اللي هي الزند دي، موجود حته لحمه كده في الصباع شبه بالظبط كده عرق الفليه. ناخدها كده ونقطعها تبقى طريه برضو طريه جدا. بعد كده بصوا لي هعمل ايه. هقوم جاي الصاج ده فرش عليه ورق زبده كده، ادي واحده والثانيه، اسف، ورق فويل كده. وطبعا عايز اقول لكم بفضل الله وحده كنت اول شيف يستخدم
ورق الزبده اول شيف على الفضائيات يستخدم ورق الزبده مع الفويل، واول شيف من 11 سنه ينبه ان ممنوع حد يستخدم ورق الزبده مباشره ملامس الاكل بفضل الله تعالى. فالحمد لله ان النهارده كله ده بيتدرس على فضائيات، كله ده بيتقال على فضائيات الحمد لله رب العالمين يعني. واول شيف يسوي البيض بتاع المايونيز، اول شيف بفضل الله تعالى وحده، اول شيف يسوي البيض بتاع المايونيز علشان بعد الامراض اللي انتشرت في الفراخ اللي هي السومونيلا، كنت اول شيف يسوي البيض بتاع المايونيز على الهواء مباشره، والحمد لله بيدرس على الفضائيات دلوقتي. ناخد كده، اصل الواحد لما بيسمع يقول لك ايه احنا بنعمل كده، احنا اول ناس بتبقى بتزعل. لا، اللي يعني انا لما بلاقي حاجه واقول دي مش بتاعتي بقول دي مش بتاعتي، فلان خدتها من فلان، لقيتها حد قال لي عليها، المدام فلان اتصلت بيا من فلسطين من هنا، من قالت لي في حاجه شفناها تحب تعملها لنا، فما انسبش الشيء لنفسي خالص، يعني انسبوا الفضل لاهل الشيء. فلكن لما اطلع نقول احنا اول ناس او احنا اللي بنعمل كده، احنا دايما بنعمل كده واحنا اللي عملنا كده، لا غلط. الكلام ده ارجعوا لليوتيوب، ارجعوا طبعا اليوتيوب ده يعتبر مستند رسمي بيقول ان الراجل ده هو اول من قال الكلام ده كله على الهواء، اول من صنع مصنعات اللحوم على الهواء، كل مصنعات اللحوم بلا استثناء اول من صنعها على الهواء بفضل الله تعالى. نيجي كده نبص كده، بصوا يا جماعه اهو، ناخد ده كده ونحط الكلام ده هنا. بعدين عشان برضو يبقى ورق الزبده ما يلمسش الاكل بنجيب كده، اسف ورق الفويل ما يلمسش الاكل، بنجيب برضو ورقه كده فوق الوش. يبقى انا كده ضمنت 100%. هجيب الورقه اللي تحت، اللي تحت دي بقى اللي فوقها، هجيب اللي تحت احط اللي تحت على تحت كده، شايفين ازاي؟ بالشكل ده، واجيب دي احطها على دي كده. وابدا اخدها كده. بعدين عشان اضمن ما فيش بخار خالص اطلع منها وتستوي معانا، تاخد قد ايه؟ تقريبا بتاخد في حدود تقريبا 45 دقيقه لساعه بحد اقصى، بتطلع من غير ميه او من غير ميه بتطلع زي الفل كده. بنجيب تاني ورقه زبده تاني زي دي كده، ونبدا ناخدها تاني نلفها تاني علشان نضمن تماما ان ما فيش الهواء البخار نفسه ما طلعش منها. هنقفل دي يا جماعه كده اهو بالشكل ده ونطلع الفصل بتاعنا. بس احنا بنطلع الفصل هندخلها الفرن، نقول لها استوي براحتك، ربنا معاكي، ربنا يعينك، ماشي كده. وهتلاقيها اتنفخت الورقه دي، هتلاقيها كده اتنفخت لفوق، مش من ايه؟ من البخار اللي هيطلع اللي هيسوي اللحم. فاصل صغير قد كده ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ادي العرق اهو قدام حضراتكم، طلعناه. طبعا هو محتاج لسه كمان بتاع حوالي عن نص ساعه. بصوا كده يا جماعه، هقطع لكم ترانش منه، نص ساعه بالظبط يبقى زي الفل، واللحمه تطلع زي ما انتم شايفينها كده. الروز ده، لون الروز ده هو ده اللون الصح، عشان كده احيانا بتسمى ايه؟ روستد بيف او روز بيف. حد عارف المعلومه دي؟ روستد بيف او روز بيف. كلمة روز بيف جاية من اللون الوردي اللي انت شايفاه ده، شوف اللون اللحمة عامل ازاي؟ من جوه. الله عليك، بص اهو، الله عليك حبيبي، الله 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 الله، هو ده الكلام. عشان كده بنقول نسويه كمان لمدة نص ساعة بحد أقصى ونسيبه يبرد، نقطعه وهنلاقي اللون ده. هو ده. محدش يسويه كامل، سويتيه كامل هيطلع معاك. احنا عملنا ايه بعد ما سويناه؟ شلنا ادي القشرة اللي ما كانتش عاجباكم اهي، اللي هي القشره اللي هي اللي بتاعت الختم، شلناها خالص اهي، اهي مش عايزها. وصفينا عندنا ادي البيكو جارنيه، طلع عندي اللون اهو البني اللي هو البراون اللي ممكن استخدمه اربطه واطلع منه صوص. في ناس تاخد يضرب في خلاط يعني، لكن ممكن بشوكه او معلقه تهرس الكلام ده كله كده ماشي، وينزل معاك خلاصته وتاخديه. هو كده اصلا ده خلاص، في خلاصه تاخديه تعملي منه صوص، مفيش اي مشكله خالص، عادي جدا. ها بعد كده بناخد الكلام ده كله كده زي ما انتم شايفين كده، روز بيف، روز بيف شايفين ازاي طعمه يا شيف محمد؟ يا ترى هو كده واللون ده بيتاكل؟ احنا شيف محمد لا كده، ده شيف محمد لا، ده دم كده. بص يا جماعه، انا شخصيا لو هتسالوني، بص كده عشق، ده نيه، لا ده كده تجيب امراض، لا لا. ليه؟ لان اللحمه اللي عندي هنا
وصلت لدرجة حرارة فوق السبعين درجة مئوية فقتلت أي ميكروبات كده البروتين استوى بتاعي. موضوع السوا الكامل ده بقى بيخلي الأنسجة شوية تطرى شوية معايا. أحطه هنا كده 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 كده، وأديه الورد كده جنبهم، وعود خضرة كده جنبهم ولا حاجة، عود خضرة جنبهم عشان أختم الحلقة. أي حاجة نعناع، أي حاجة حاجة خضرة كده. احنا بسم الله ما شاء الله عندنا التلاجة مليانة روزماري ومليانة نعناع وبقدونس وزعتر وكل حاجة، حاجة تدي شكل بس كده ماشي. وبعدين نقول لكم نشيل ده كده نحطها مع اخواتهم هناك. ايه اخواتهم دول؟ اخواتهم دول اهو، عشان يبقى كده حاجتنا التلات حاجات اللي عملناهم النهارده، ورقة اللحمة والكوارع وعرق الروز بيف او الروست بيف، عملناها النهارده كده، والتلات حاجات قدام حضراتكم اهوت. نمتع مشاهدينا الكرام ونقول لهم نلاقيكم دائما على خير في نفس التوقيت ده قبل كده بساعه ماشي. انتظرونا انتظرونا ان شاء الله حلقات اللي جايه برضو فيها شغل كتير، لسه فيها شغل حاجات العيد. كل سنه وانتم طيبين، نلتقي دائما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.